بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنا سنناقش الشابتر 6 من مقرر التحكم الآلي Frequency Response and Pod. المقرر هو التحكم الآلي أو Automatic Control، ويحدثكم هنا الدكتور منجي محمد زيدي. Frequency Response، ما معنى Frequency Response؟ Frequency Response هي Time Domain VA Frequency Domain. يعني إيش؟ يعني لما يكون عندي نظام معين، سواء كان ممكن First Order، Second Order، PID Control إلى آخره، يعني أعطيه Input as Function of Frequency. For example، أعطيه Input X of T على شكل XM Sin W T Plus زاوية Phi. وهنا يعني هذا الانبوت هو يتغير بتغير الفريكونسي. عندي W، والW هي W تساوي 2 باي F. بعد ما نعطي انبوت يعني يتغير بتغير التردد أو بتغير الفريكونسي، سنرى ماذا سيكون الاوتبوت أو كيف ستكون أو كيف سيكون يعني الاوتبوت. So, frequency response is a curve representing the output to input relationship of a dynamic system as a function of frequency, with the input being the sine function. يعني سنحاول أن يكون الانبوت أو سنأخذ أنه في الأنظمة التي سندرسها في هذا الشابتر، سنأخذ الانبوت من نوع sine function أو من نوع sine wave. يعني عندي نظام، يعني عندي نظام ممكن يكون يعني first order، second order، PID، أي نظام. سيكون الانبوت، كيف سيكون الانبوت؟ سيكون من نوع X of T XM sin WT plus phi. كيف سيكون الاوتبوت؟ الY of T for example، الY of T هذا سيكون with the same frequency. يعني إذا عندي هنا frequency W، سيكون هنا frequency W with a certain magnitude. هنا عندي magnitude XM، سيكون هنا Y of T عنده YM، يعني ممكن يساوي أو غير XM، وسيكون with a certain phase angle. هنا عندي الزاوية phi، سيكون هنا output أو استجابة النظام ستكون بزاوية مثلا أسميها C like this. هذا هو يعني عموما الفريكونسي ريسبونس. هنا عندي بعض الأمثلة، مثلا الفيرست اوردر، عندي السكند اوردر، وعندي البي اي دي كنترول. كانت هذه الأنظمة التي كنا ناقشناها في الشباتر السابقة في هذا المقرر، مقرر التحكم الآلي. كنا تحدثنا على الفيرست اوردر، وكان الجنرال فورم للفيرست اوردر سيستم ات واز لايك ذس. نفس الشيء بالنسبة للسكند اوردر، هذا معلوم عندنا. وبالنسبة للبي اي دي كنترول، كانت الترانسفير فانكشن اوف ذا بي اي دي كنترول لايك ذس. هنا سأتكلم قليلا على الفيرست اوردر سيستم وعلى السكند اوردر سيستم. بالنسبة للريسبونس تو ذا انبوت A sin WT، يعني مثلا عندي نظام فيرست اوردر سيستم، اعطيه ايش؟ اعطيه A sin WT، يعني الزاوية صفر والماجنتيود A والفريكونسي W. الY of T يعني output هذا النظام، output هذا النظام هي تكون في شكل الY of T. هذا هو الماجنتيود حق الY of T بتردد W وبزاوية phi غير الصفر هنا. نفس الشيء بالنسبة للسكند اوردر سيستم، اعطيه مثلا input من نوع A sin WT. كيف يكون الاوتبوت Y of T؟ الY of T سيأخذ هذا الشكل، يعني عنده magnitude، هذا هو الماجنتيود، هو من نوع الساين بطبيعة الحال، يعني نفس الإشارة، إشارة الساين في الانبوت وإشارة الساين في الاوتبوت. بالنسبة للتردد هو نفسه، W هنا و W هنا. وبالنسبة للفاي في الاوتبوت تكون يعني غير الفاي في الانبوت، لأنه هنا الانبوت كان بدرجة بزاوية تساوي صفر، وهنا عندي الزاوية تساوي فاي. Thank you very much.